اند هيفي نيل اباوت ثايرويد فانكشن. الاثنين خدنا منهم معلومات كويسه. في الحقيقه انا شايف انه لو احنا طلعنا من الراين جاي ده بمسج واحده بس تسحقنا ازاي نلقط العيال اللي عنده ثايرويد فانكشن. لانه في الواقع البيشنت اللي عنده كارديك ديزيز بيشتكي بشست بيت او بالبيتيشن بيروح للدكتور الكارديولوجي. اللي عنده مثلا الريتابل باول سندروم يروح دكتور الاي تي. لكن نادر جدا وعمرنا ما شفنا حد بيشتكي من ثايرويد هايبو او هايبر لانه ما فيش السايت الانفو بتاعه مش بيشتكي حاجه ما فيش بين بالثايرويد الا نادر لو في ثايرويدايتس. لكن كل انه المكان السايت اوف اكشن غير المكان اللي بيطلع منه الهرمون. حتى بعض الناس يقول لك ده انا راكبه عفريت المريض ده راكبه عفريت مش شايف له حاجه معينه يقدر يحط ايده عليها الحته دي واجعه ولا دي واجعه بس مش كل شويه تدخل في اتاك بالبيتيشن او انكزايتي او ايرتابيليتي. وانا شفت بيشن من 3 4 شهور ست كده 30 سنه ومتزوجه وعندها اولاد واوشكت انها تدخل في دايفورس. ليه؟ لانه جوزها كل شويه في البيت عامله مشاكل ونرفسنس وايرتابيليتي وما بتنامش. مش معنى كده ان كل واحده تعمل مشاكل مجازي عملها ثايرويد فانكشن. وراحت للمشايخ وراحت لدكاتره كتير ودكاتره مخ واعصاب ادوها انكزوليتك وحاجات زي كده وفي الاخر ما اتحسنتش وعملها ثايرويد فانكشن طلعت هايبر ثايرويد. وبعد شهر من التريتمنت على الاندرال والكربامازول رجعت جيننج ويت تاني بدل ما كانت خاسه وعماله تتخانق مع كل الناس رجعت كويسه والهارت ريت بتاعها متظبط وكانوا حاسين ان انا الايه الشيخ الفكيت الساحر العمل بتاعها. لانه فعلا في حاجه خفيه بتحصل في هرمونات في الجسم بتتغير وتتبدل بتعمل كلينيكال بيكشر اوت اوف ذا سايت اوف ذا اوف اكشن اوت على كل الجي اي على كل السيستم بتاعت الجسم الجي اي تي والكاردياك. ودي اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها هاو تو بيك اب البيشنت ازاي تلقط العيال كده. وكان استاذنا الدكتور علي قاسم وبره معانا في القسم واحنا بنعرض عليه حاله عاديه جدا في الاخر نقول اعمل ثايرويد فانكشن الحاله دي ونعملها وفي الاخر يطلع فعلا عندها مشكله هايبو ثايرويد مثلا او سايتوكسيس. ده اللي اسمه الكلينيكال سنس كلينيكال سنس او الحاسه السادسه ازاي تحس المريض ده عنده مشكله في الثايرويد. هي دي اللي احنا عايزين نطلع بيها من اليوم ده. طبعا الدكتور خالد ضخم لنا الموضوع جدا وعقدنا في الثايرويد عايز 10 كتب كتاب للثايرويد فانكشن وكتاب ما يعرفش للنيوكليار ميديسين وكتاب كتب كتير. احنا عايزين بس حاجه بسيطه ازاي تقول للعيان ده عنده مشكله في الثايرويد. هنسمع دلوقتي الاستاذنا الدكتور مدحت ابراهيم استاذ الراديولوجي في كليه طب سوهاج هيحدثنا ان شاء الله عن الثايرويد ازاي نشوفها ازاي نقرا الريبورت بتاعها الباسكولينشر النوديول. دكتور مدحت بليز ليك 20 دقيقه بس حتى لو معك الدكتور مصطفى اخوكم 20 دقيقه بس. ماشي يا فندم مش اكتر من شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Management. I want to thank the whole thyroid team for their important contributions and encouragement. I want to say thank my closest colleague and the best cobran. لا هو ملوش علاقه بالسجل الكمبيوتر بس يعني اوكي طب خلاص بلاش بقى. لا انا عايز اسجل المحاضره اوكي كده عشان ايه بس ناحيه واحده مش مشكله. I want to thank my closest colleague and the best cooperant in my work دكتور خالد الزهري who has performed a lot of work. Lastly I want to thank my wife مش موجوده دلوقتي بس لازم على فكره مراتي موجوده وما شكرتهاش في المحاضره فراح هتزعل كتير. لا دي لازم اشكرها لان هي اللي جابتني هنا يا for her invaluable help with the light of the presentation. Okay. Sonographic features of thyroid nodule and guidelines for management. دكتور مدحت ابراهيم محمد lecture of radiology. Okay انا احب يعني اقعد احسن. Okay. دكتور مدحت ابراهيم محمد lecture of radiology Sohag University Hospital. Objectives. الهدف من المحاضره دي عندنا ثلاث اهداف رئيسيه. اول حاجه ان نعمل ريفيوينج للالترا ساوند ايمجنج كاركترستيك علشان الريسك اوف مالجنسي ان ثايرويد نيديول. ثاني هدف لينا نعمل ديسكشن للكرنت جايد لاينز فور الترا ساوند فاين نيد اسبيريشن سيتولوجي للثايرويد نيديول. ثالث حاجه نعمل انكوربوريشن للكلينيكال ستيتس انتو ثايرويد نيديول مع الفاين نيد اسبيريشن ديسيجن ميكينج. الصوره دي يمكن هتوضح لنا الموقف اللي احنا ايه هنقابله دلوقتي. تريز انفيديوال فيتشرز زين فورست سينوجرافيك باترن ليتر. بمعنى ان الثايرويد بالنسبه لنا عباره عن زي شجره. لما ندخل في الالترا ساوند باترنز هندخل بقى ايه جوه الغابه وهنعرف بقى ان ايه الدنيا مش سهله زي ما ايه شايفينها. اوكي جول اوف ثايرويد نيديول ايفالويشن. الهدف ان انا اعمل ايفالويشن للثايرويد نيديولز
اول حاجه ان انا تو ايدنتيفاي اند تريت السمول جروب من بيشنت ويز مالجنسي وايل افويدنج ان نيسيسري بروسيجرز ان ذا ماجوريتي ويز بناين نيديولز. يعني معنى ان انا اعرف واعالج مجموعه الناس البساط بدون ما اعرضهم لخطر ايه الايه الجراحه. تاني حاجه ايفالويت الكومبريسيف سيمبتومز اوف ديسفيجيا ديسفونيا اند ديسنيا. تالت حاجه ايدنتيفاي نيديول ذات امباكت ثايرويد فانكشنز. ايبيديميكس اوف ديديولز. الايبيديميكس من ديديولز احنا يهمنا نقطتين ان كان نو لونجر فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي اول نيديولز الاباف من 1 سنتيمتر. تاني حاجه ان احنا نعرف ان الاسوشيشن ستاديز زي الامريكان ثايرويد اسوشيشن والامريكان اسوشيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجيست والكوريان جايد لاينز rely on recognition of serographic features of low risk and high risk nodule. بمعنى ان حاليا ما فيش رول كتير للفاين نيدل اسبيريشن في النوديولز الاكثر من 1 سم. ثانيا ان انا دلوقتي بعتمد على الاسوشيشن ستادي والجايد لاينز اللي بتفسر لي النوديولز على حسب انها تكون لو ريسك او هاي ريسك مالجنسي. اوكي ثايرويد الترا ساوندز الانديكيشن اوف ثايرويد الترا سونوجرافي في النوديولز with known or suspected thyroid nodule خمس اهداف عندي. اول حاجه is palpable abnormality a thyroid nodule يعني هل في نوديولز بالفعل. ثاني حاجه هل في نوديولز اخرى غير النوديول اللي انا شفتها. ثالث حاجه size of the nodule. رابع حاجه suspicious features ودي اللي هم بيعتمدوا عليها في الاسوشيشن. خامس حاجه اذا كان في cystic component ولا ما فيش وحجم cystic component بالنسبه للنوديول ده شكله ايه. خامس حاجه او سادس حاجه اللوكيشن بتاعه النيديول نفسها اذا كانت انتيرور او بوستيرور. سادس حاجه ودي من الحاجات المهمه جدا اسوشيتد ابنورمال ليمف نودز. اوكي دي الثايرويد واحنا كده هندور على النيديولز ونشوف الكاركترز بتاعه النيديول دي شكلها ايه. هندخل الغاب دلوقتي. اوكي هنبدا سؤال ويتش نيديولز نيد فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي. عندي تو نيديولز واحده 8 من 10 سنتيمتر واحدة 2 سنتي. which two fine needle aspiration هما الاثنين هناخد في مثلا. طيب الإجابة في اللوحة دي احنا ممكن نفسر اللوحة دي نعرف بس هي بتعتمد على ثلاثة items ان dual sonographic features associated مع الكلينيكال السايز بتاعت النديول وبعد كده الريكومنديشن. يمكن اكتر حاجه معقده هنا موضوع الريكومنديشن. الريكومنديشن ده مقصود بيه السترينث اوف ايفيدنس للفاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي. بمعنى انا عندي نديول وهعمل لها فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي الريكومندد بتاعي من A لحد الاي بيعتمد على ان سترونج ريكومندلي في A بمعنى النديول دي هعمل لها فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي و E أو I آخر حاجة بمعنى not recommended أو strongly not recommended. فأنا ممكن أختصر الجدول ده مثلا أبص مثلا على recommendation A هبص recommendation A هلاقيها اللي هي النديول with suspicious sonographic features الأكثر من 5 ملم دي واخدة recommendation A دي لازم يتعمل لها fine needle aspiration. والتانية النديول without suspicion التالتة اللي هي abnormal cervical lymph nodes دول هما اكتر حاجتين لازم يتعامل منهم ايه يتعامل فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي نيديول ويز سسبيشن سونوجرافي فيتشرز واذا كان في ابنورمال سيرفايكال نود دول اعلى قمه الايه الايه الريكومنديشن. اقل حاجه في الريكومنديشن اللي هما اي هنقول نيديول ويزاوت سسبيشن سونوجرافيك فيتشرز والاي اللي هي بيورلي سيستيك نيديول اللي ما بينهم هما الاثنين اللي هما اللو والانترميديت سسبشن نيديول. كده نعرف يعني ايه نبسطها لان الجايد لاينز كبيره عشان ايه نقدر ايه نبسطها. اوكي في الناشونال كومبريهنسيف كانسر نتورك عملت جايد لاينز ثانيه قالت الالترا ساوند فايندنج عندي اما تكون سوليد نيديول او سوليد ويز سسبشس فيتشرز او ويزاوت سسبشس فيتشرز ميكسد سوليد سيستيك نيديول ويز سسبشس فيتشر ويزاوت سسبشس فيتشرز وسبونجي فورم نيديول وسيمبل سيست وسسبيشس ليمف نود. برضو عشان نبسط الموضوع ده
الثريشولد فور فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي هنبص ان هو في الـ في السوليد نيديول. السوليد نيديول معنى كده ان الريكومنديشن هاي، معنى كده ان سوليد نيديول لازم اعمل فاين نيدل اسبيريشن. دي جايد لاين للايه الناشونال كومبريسيف نظام. هل لسه سوليد نيديول وهنشوف ايه سمبل سيست نوت انديكيتد. يبقى في السوليد نيديول لازم، في الميكسد سوليد وسيستك خصوصا لو هي سسبيشس اكتر من 2 سنتيمتر لازم 2 سنتيمتر، والسمبل سيست نوت انديكيتد، والسسبيشس ليمف نود فاين نيدل اسبيريشن في الليمف نود او النيديول ده اساسي. اوكي هو حضراتكم يا دكتور مدحت بتعملوا فاين نيدل اسبيريشن في لا والله الجراحين بياخدوا الحالات على طول. لا الليمف نود الليمف بايوبسي لا هو احنا بقول لك زي ما قلت لك يعني هو دي جايد لاينز الاكاديمي، بس اللي بيحصل بصراحه في البراكتس ده حاجه تانية خالص يعني. يعني احنا بنعمل بس لما بيبقى في ناس يعني بتطلب الموضوع ده، يعني عاده احنا ما بنتبرعش بالقصه دي من نفسنا يعني، فالبراكتس هو اللي بيحكمنا يعني. لكن هي دي جايد لاينز المفروض الناس اللي تمشي عليها يعني. اوكي دي اسوشيشن ستدي تانيه ماشي، مش هنتكلم عشان ايه ماشي. نبدا ندخل على الشرط ده، ده يوضح لي بقى ايه الكرايتيريا فور فاين نيدل ثريشولد. هنشوف هنا في قاع الهرم البيور ليست دي ما بقربش ليها خالص، دي موست دينايل. وفي اعلى الهرم هنا الهايد سسبيشس هيستوري، يعني في هيستوري جامد من المالجنسي والسسبيشس الترا ساوند فيتشرز، دول دي اعلى حاجه في الهرم ودي اقل حاجه في الهرم. ما بينهم بقى السبونجي فورم بيبقى قريب من البناين، والابنورمال سيرفايكال ليمف نود مع الاكسترا كابسولار انفيجن ده بيبقى قريب من ان انا اعمل له فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي. الكوريان اندوكراين سوسايتي 2011 قسمت النديول لثلاثه، في بروبايل بروبابل بناين وفي سسبيشن فور مالجنسي وفي انترميديت نايزر بناين اور سسبيشس فيتشرز. البروبابلي بناين قالت ان هو السبونجي فورم، سبونج فورم هنعرف بعد كده اللي هو عباره عن المايكروسيست اجريجيشن، يعني عباره عن مايكروسيست داخل النيدول نفسها ومتجمعين جنب بعض فبتدي شكل الايه السفنجة كده. والكومبليتلي سيستك او بريدومينتلي سيستك ويز كوميت تيل او زي ايه المذنب كده، ديل المذنب. سسبيشس فور مالجنسي تولر ذان وايد، يعني الكلام ده هنشوفه صور بعد كده، بمعنى ان النيدول عندي اطول منها طويله مش عريضه، بمعنى الانتروبوستيريور دايمتر بتاعها اعلى من الايه ترانزفيرس دايمتر. الريجولار المارجن ماركت هايبوكويك، الهايبوكوجينيستي دي من الحاجات الفايندنج المهمه جدا في السسبيشن. وجود الكالسيفيكيشن سواء كان مايكرو او ماكرو كالسيفيكيشن، وثالث خامس حاجه الاكسترا كابسولار اكستنشن او سبيكيوليتد مارجن. انترميديت الايزو هايبو اور هايبر اكويك، افويد تو راوند اور ايريجولار شيب، دي كلها دي انترميديت. وسمول اور ال ديفايند مارجن او ريم كالسيفيكيشن. الكلام صعب وعشان كده انا حبيت اقول ان ايه ذا مور يو نو ذا هاردر از ات تو تيك ديسيجن اكشن، وانس يو بيكم انفورمد يو ستارت سينج كومبليسيتيز اند شيدز اوف جراي. الشرط ده يعني هو لسه ما حصلوش بابليكيشن ماشي. انا عندي اتعمل له بابليكيشن هو كان في 2014. اوكي هنا بيقسم البناين وبقى بنسبته اقل من 1%، واخد ريكومنديشن اقل من 1%، في فيري لو او سسبيشس وفي لو سسبيشس وده من 5 ل 10%، وفي انترميديت وفي هاي سسبيشس. نبص هنا في تحت هنلاقي السيستيك نيديولز بناين بيورلي بناين. اوكي نبص في اعلى الهرم الهاي سسبيشس بيتكون من ايه، اما يبقى فيه مايكرو كالسيفيكيشن او هايبوكوك يعني تبقى سودا. الهايبوكوك ده بنقيسها بالاستراب ماسلز، مش معيش تمام الاستراب ماسل، نشوف علاقه اللون بتاعي بلون الاستراب ماسلز اللي هو انتيريور للثايرويد جلاند. اوكي زي ما قلنا تالت الصوره اللي هو الدايمتر نفسه، ان النديول نفسه طويل، يعني الانتروبوستيريور دايمتر بتاعه اكتر من ايه من ترانزفيرس دايمترز. المارجن بتاعه الريجولار بيعمل انفلتريشن للكبسولز. اذا كان في كالسيفيكيشن، الكالسيفيكيشن دي بتبقى انتربتد
دي برضو من السسبيشس فيتشرز، معنى كده ان حصل انفلتريشنز ماشي، وجود لينف نود سسبيشس. يبقى عرفنا البيورلي سيستيك ده بناين، اما الهاي سسبيشس اللي هم ايه الست باترن دول اللي احنا شايفينهم، مايكرو كالسيفيكيشنز، هايبو كويك، المارجن ايريجولارز، اكسترا كابسول اكستنشن، الكالسيفيكيشنز بتبقى انتربتد، وبيبقى في ابنورمال لينف نودز. في السبونج باترن اللي احنا قلنا عليه اللي هو فيري لو سسبيشس اللي اقل من 3% ماشي. وفي بعد كده السيستيك باترن، والسيستيك باترن ليه علاقه بالايه بالسوليد كومبوننت اللي داخله، لان دايما السسبيشس بيبقى السوليد كومبوننت اكتر من 50% من الايه من السيستيك بارت. وفي بعد كده الايه الانترميديت اللي هي تبقى عباره عن هايبو كوك، بس مش هايبو كوك بدرجه المالجنسي ماشي، وراوندد او اوفال، مش هي ايه وايدر زان ايه تولر زان وايدر زي ايه المالجنسي. دول انترميديت نيديولز. زي ما قلنا الهاي سسبيشس هايبو كوك، صوره رقم 1 هايبو كوك، مايكرو كالسيفيكيشن والريجولار مارجن، هايبو كوك ريجولار مارجن، مايكرو لوبيوليتد، الصوره الثالثه هايبو كوك ريجولار مارجن تولر زان وايد، الرابع صوره هايبو كوك ريجولار مارجن ويز اكسترا سايرويد اكستنشن. ادي الاستراب ماسل، وادي هنا في الانتجريشن استراب ماسلز، هنا في كالسيفيكيشن ماشي وحصل لي انتربشن، اوكي هنا مايكرو كالسيفيكيشن ومايكرو كالسيفيكيشن، ده هايبو كوك اوكي، ودي هايبو كوك والريجولار ماركت ماشي، يعني ملهاش حدود ايه واضحه بالظبط. ماشي يبقى سسبيشس سونوجرافيك فيتشرز هايبو كوك مايكرو كالسيفيكيشن انفلتراتيف مارجن تولر ذان وايد كونترازيز فيو وابنورمال سيرفايكال ريفيوز، هم دول الخمسه كاركتر بتوع الايه سسبيشس ريديوز. اوكي ده زي ما احنا يعني بالفعل احنا احيانا بيبقى السيارات كلها نديولز، فاحنا بنضطر نبحث عن ايه نديولز وسط ايه النديولز. اوكي ده صوره للهايبو كود زي ما احنا شايفين، الهايبو كود وجد تراب مصر لاحظوا ايه لونها اسود زياده عن اللزوم، ده من الحاجات السسبيشس ماشي. الانترنادولار فلو في ناس بتتكلم على ان اي نديول حتى لو هي اقل من 1 سم طالما فيها فاسكولار تتحيي السسبيشس، بس هنا بيقولوا انه لونجر كونسيدر اند ايه اند ميدنت ريسك، بس هو البابيلر كارسينوما عامه اللي اقل من 1 سم وفي انترا نيدرال فلو ماشي بالدوبلر يبقى ايه سسبيشس، وممكن ايه اعملها بعد كده فاينل الاسبيرسيتولوجي او بايوبسي على حسب يعني. اوكي المايكرو كالسيفيكيشنز قلنا المايكرو كالسيفيكيشنز هي هتختلف عندي عن الكومت تيل. الكومت تيل دي عباره عن يعني ايه يعني بالنسبه للفيزكس بتاعت الالترا ساوندز، المايكرو كالسيفيكيشنز دي نسبه الكالسيوم فيها اكتر، دي نسبه الكوليسترول فيها اكتر لسه ما وصلتش للكالسيوم، فبتبقى ريتراكتد يعني منعكسه الايكوس منعكسه بتاعت الساوندز. اوكي لكن هنا ما تبقاش منعكسه، تبقى بالفعل هايبر ايه هايبر ايكود يعني ايه بيضه زياده عن ايه عن السيرويد بارينكيما، لكن هنا تبقى بيضه بس ايه بيبقى ليها ايه زي الديل المذنب ماشي. الكوميت تيل ده كوليكت ديول ده بناين، المايكرو كريستيشن دي سسبيشس ديول ولازم ايه نتدخل فيها، دي برضه حاجه الكوميت تيل ارتفاكت. دي صوره للمايكرو كريستيشن دي ديفيوز مايكرو كالسيفيكيشنز ماشي، دي صوره للانفيجن بتاعت السكراب ماسلز، ادي الماسلز ادي حصل انفيجن، دي برضه عشان نشوف اللي هو التولر ده وايدر، هنبص ان النديول دي بالعرض والنديول دي بالطول، طبعا الانتيور بستيرو ديامتر بتاعها اعلى من ايه الترانسفير ديامتر، دي سسبيشس لكن دي انترميديت نيديول.
تولر ده واي ماشي. دي السسبشن باتر بتفتحها زي ما قلنا هي مش بدرجه التولر ده واي، لا دي اقل سسبشن بتاعها قليل شويه. دي لو سسبشن باترز ماشي. هايبر اوكود دايما ادمان، يعني اي حاجه هايبر اوكود بتبقى اكتر ادمان، حتى بيسموها هاش باك جراوند، يعني بتبقى ايه حاجه منوره كده وسط ايه السيرويد. السيستم نيدول قلنا بنايل لما يبقى فيها سوليد هرمون واقل من 50% برضه يبقى ايه ناحيه البنايل اكتر من، لو زاد عن 50% بيبقى ناحيه ايه السسبيشس نيدولز. وجود هرب اللي هو ادي النيدول وادي السيرويد، وفي حاجه هنا الهرب ده عاده اما بارشال فوليوم افكت ما بين الايكوجينيست بتاعت النيدول ماشي وبين السيرويد، او بيبقى كومبريست ايه بلاد فيزلز. الحالة ده السيكنس بتاعه كل ما بيزيد كل ما بيبقى ايه ان ديور سسبيشس فور مالجنسي اكتر منها ايه بيبقى سيلف. اوكي دي بالنسبه للسبونج باتن، زي ما قلنا السبونج باتن عباره عن اجريجيشن، عباره عن مايكرو سيستم بتتجمع مع بعضيها تدي لي ايه الباتن الجعبيه. طبعا بيبقى الباتن ده اساس السبونج فورم، لما بيزيد السيستم بتديني ايه الشكل ده. ده بيور بنان سيستيك ما فيهاش اي اوكي. لا بالنسبه لل كاركترستيك سجستنج لو ريسك نيدول، احنا اتكلمنا عن هاي سيتشس اللو ريسك نيدول اللي هي سبونجي فور ايكوتيكشنز هايبر كول البيور سيست والسيك والريجولار هالو في اللوكرال نيوبلاست، ده عليه علامه استفهام. وإذا كان في كولويد جزء النيدول مع الكوميد تيل أمتاك، وفي انتاك شيل كالسيفيكيشن، يعني الكالسيفيكيشن اللي حاطين النيدول تبقى انتاك ما فيهاش انتربشن، يبقى ده معنى كده فايند اوف ايه بنايند. ده السبونجي فورم تكستشرز زي ما قلنا حاطين نوضح اجريجيشن مالتي كومبوننتس. اوكي ده السبونجي فورم برضه تكستشرز الموجود، ده زي ما قلنا الهايبر كور نيديول از موستلي بلاين نيديول. اوكي كولويد نيديول مع كوميت تيل ده بلاين نيديول ماشي. ده سمول امبير نيديول ده اكتر للبنايد لان ايه عندي سيست وده اقل من 50% كومبوننت ماشي. دي النيديولز او السوليد كومبوننت زاد عن 50% كده دخلنا ايه سوسيشن فريجنسي، دي حاله بابيلاري كارسينوما ماشي. هنتكلم عن الالترا سولد باتن والسجيشن فور ايه فاين نيدل اسبيريشن كات اوف، يعني امتى اقول خلاص يا جماعه بلاش الفاين نيدل وهبدا ايه اخد البروبسي ماشي. زي ما قلنا اللي دول بالنسبه لي هي سسبيشنز انترميديت تو سسبيشن بير لو او بناين ماشي بناين نو بروبسي. والريكومنديشن بتاعي ده سترونج في القصه دي هاي سسبيشنز لو اكتر من 1 سنتيمتر وده تاخد سترونج تيل. لازم في الكات اوف بوينت بتاعتي بيعمل موديفيكيشن عن طريق كيميكال فيتشرز ان البيشنت ويز ريسك فاكتورز فاميلي هيستوري او بريزنس اوف سينوجرافيك ليمف نودز ابنورمال. الابنورمال ليمف نودز دي باترن فور مالجنس. السسبيشنز ليمف نودز ماشي الفيتشرز بتاعها اول حاجه المفروض هي تبقى بايريفورم، لو بقى راوند شيب لو فقدت الهايدرال لاين بتاعها، لو فيها كالسيفيكيشن، لو حصل فيها سيستيك نوروز، لو حصل فيها بريفرال فاسكولاريتي ماشي، او اتاخد منها ايه قبل كده بيوز. دول الكاركتر بتاع الابنورمال ليمف نود اللي انا ممكن ايه انتبه لها لما اجي ايه اشخص النيديولز ماشي. دي باترن النيديول طبعا هي المفروض تبقى هايبوكود، مفيش هايلم عندي. المالتيبل نيديول هي القوانين اللي بنطبقها على السوليتري نيديول بطبقها على المالتيبل نيديولز مع وضع اعتبار ان دي مالتيبلز، بس انا باخد ايه اكتر من نيديول واطبق عليها الايه الباترن بتاع الايه الالترا ساوند بتاعتي، لو لقيتهم سسبيشس يبقى بدخلها في الايه في الباترن زيها زي السوليتري نيديولز. اوكي المالتيبل نيديولز
يعني ما ببصش على مالتي ديول اقول خلاص على كده مالتي ديول دي بنايم، لا امسك كل الديول واشوفها هل هي فيها سسبشن فيتشر ولا ما فيهاش. دي الفول اب للنديول ويز بنايم سايت، يعني النديول انا عملت لها سيتولوجي بالفاين نيدل فاسفيريشن ماشي. ده لو انا لو النديول دي في الاساس هي هاي سسبشن يبقى المفروض اعمل ريبيتيشن للالترا ساوند خلال 12 مانث. لو هي انترميديت اعمل الترا ساوند ويز من 12 لسنه يعني من سنه لسنتين ماشي. ولو هي فيري لو سسبشن في الاساس وانا عملت لها فاين نيدل اسبيريشن ماشي، لو هي فيري لو اما انا ما اعملش حاجه خالص لان ما فيش مده محدده او ان اعملها فول اب كل ايه 24 شهر ماشي. اللي اعمل لها فاين نيدل اسبيريشن مرتين ويطلع السيتولوجي بنايم دي ما احتاجش ان انا ايه اتابعها مره ثانيه. بالنسبه للفول اب للنديول اللي ما حصلهاش فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي برضه زي ما قلنا نديول هاي سسبشن او انترميديت او فيري لو ماشي. الهاي سسبشن ريبيت كل 12 شهر، الانترميديت من 12 ل 24، والفيري لو اللي هي البنايم سبونجي فورم ماشي برضه ما فيهاش مده محدده. ولو عايز اعمل اعمل كل ايه سنتين مره.